في فيديو النهارده بقى هنعمل مع بعض الليمون المجفف زي ما انتم شايفين كده بطريقه سهله وبسيطه جدا، وهيطلع بقى معاكي بالنتيجه اللي انتم شايفينها دي باسهل طريقه. يلا بينا بقى على الطريقه. هتجيبي بقى الليمون عادي زي ما انتم شايفين كده، وهنسيبه كده يومين ثلاثه بره، هتلاقيه معاكي بالشكل ده شايفين بقى، تدوسي عليه طري خالص، تحسي كده ان هو باظ منك لكن هو ما بص ولا حاجه. وهنسيبه بقى كده يتهوى، ممكن في البلكونه او في حته فيها هوا، بس اهم حاجه عشان خاطر ينشف معاكي تماما، احنا عايزينه ناشف. كده بقى شكل الليمون معايا، شايفين بقى عامل ازاي، نشف معايا خالص. احنا بقى عايزين النتيجه دي، شايفين بقى عامل ازاي، ناشف معايا خالص. سامعين بقى، احنا بقى عايزين النتيجه دي عشان تدينا نتيجه كويسه في الاخر. طبعا اهم حاجه كده ينشف معاكي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، يعني هو خد معايا 5 ايام عشان خاطر ينشف معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن انت تحطيه في مكان فيه تهويه اكتر، ياخد معاكي مثلا 3 4 ايام، مش اكتر من كده. هو ما بياخدش وقت خالص ان هو ينشف يعني بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت، عشان خاطر بس ما ياخدش وقت معانا في الفرن لما نيجي بقى نحطه في الفرن وكده يعمل معانا على طول. جبت بقى الصاجه بتاعه الفرن، وهبدا كده احط الليمون بالشكل دوت. طبعا الليمون ده بيبقى حلو جدا وليه استخدامات كتير، بيبقى طبعا في الكبسه وفي الشوربه وفي الرز البسمتي وفي المندي، يعني استخداماته كتير جدا، وكمان بيساعد على التخسيس، بنعمله بقى مشروب كده بيبقى حلو جدا، طبعا بينزل بقى الكرش كده بيبقى حلو جدا. ان شاء الله نبقى نعمله برده مع بعض. هندخل بقى الليمون في الفرن على درجة حرارة 50، لازم أن تبقى هادية جدا معاكي، يعني لحظي كده وانتي بتشغلي الفرن خليها على اوطى درجة اللي هي درجة حرارة 50، تمام كده، عشان يتعمل بس معاكي حلو ويديكي نتيجة كويسة في الاخر ما يتحرقش معاكي. وهنحطه بقى، وبياخد بالظبط ممكن ساعة، ساعة وربع، ساعة الا ربع، يعني كل واحد على حسب الفرن بتاعه. طبعا خلي عينك عليه بقى كده. ده بعد ما الليمون طلع معايا من الفرن، شايفين بقى شكله عامل ازاي، بقى ناشف جدا معايا وزي الفل، شايفين بقى عامل ازاي. عملناه بطريقه سهله وبسيطه جدا، وان شاء الله بقى تجربيه ويعجبك جدا. واتمنى لو اول مره تشوفي قناتي دوسي اللايك واشتراك للقناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد باذن الله.